الالف عده اللي انت بتلعبها كل يوم بطن دي مش هتنزل لك بطنك. ما دي برضو عايزين نتفق عليها دي، عشان بلاقي ناس كتير انا بطني كبيره هنزل العب كل يوم بطن، مفيش الكلام ده خالص. السلام عليكم، معاكم محمد الغالي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي بقى انزل بطن اللي عندي الكبيره دي ونزل الجناب وبشكل حلو وصحتي كويسه. طبعا اكتر حاجه بشوفها مثلا انت عايز تنزل من بطنك، فيا كابتن معلش انا عايز العب بطن، فتلاقيه مثلا بينزل 200 300 عده في اليوم، بيجري على التريد ميل ما اعرفش قد ايه، ويظبط بقى دايت غريب كده خس وجزر. طيب النتيجه بتبقى ايه؟ طبعا النتيجه بالفشل التام، ما بيكملش اسبوع شهر بالكتير ويرجع يبدا من جديد او يرجع عن اللي هو كان بيفكر فيه اصلا. احنا النهارده عايزين ننزل من وزننا، عايزين صحتنا تبقى كويسه، عايزين الشكل يبقى حلو، عايز انزل من البطن، عايز انزل من الارداف، عايز وانا بلبس يبقى شكل جميل، عايز صحتي تبقى احسن، عشان انا اصلا وزني عالي قوي 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 والدكاتره قالوا لي انت كده هيتسبب لك في مشاكل، فلازم تظبط الوزن بتاعك. خد مني الاسلحه دي وان شاء الله باذن الله تحقق هدفك. اول حاجه علشان نبقى متفقين عليها، موضوع السعرات الحراريه. السعرات الحراريه 1+1=2. لو انت مش حاسب سعرات حراريه وماشي عشوائي، النتيجه بتاعتك هتبقى عشوائيه، عشان بس نبقى متفقين. بالنسبه للسعرات الحراريه، انت مثلا على حسب وزنك محتاج مثلا 3000 سعر حراري. عايز انزل من وزني هنزل من 300 ل 500 سعر، يعني هاخد من 2500 ل 2700 سعر. طيب انا خدتهم بقى من هاردز، من كنتاكي، من حلويات، واتيفر، وزنك هينزل، عشان بس نبقى متفقين وزنك هينزل. طب انا خدتهم بقى من اكل نظيف مسلوق ومشوي ومفيش زيوت وكده، برضو وزنك هينزل. بس انت عايز تنزل ايه؟ عايز تنزل دهون ولا عايز تنزل عضل؟ هي دي. مفيش حد عايز ينزل طبعا، يعني اكيد كل الناس عايزه تنزل دهون، محدش طبعا عايز ينزل من عضلات، حتى الناس اللي ملهاش في كمال الاجسام او مش في دماغها اصلا موضوع الرياضه، ما ينفعش تكون عايز تنزل عضل، لان العضلات اصلا جوه الجسم صحه للجسم والدهون جوه الجسم مرض للجسم. عشان نبقى بس متفقين، العضلات مسؤوله عن حاجات كتير، يعني امراض المناعه تقريبا بتيجي للناس اللي ما عندهاش عضلات في جسمها، تدفئه الجسم برضو العضلات مسؤوله عنها، السعرات الحراريه اللي داخله جسمك برضو العضلات مسؤوله عنها، وفي المقابل الفاتس او الدهون اللي جوه جسمك اللي بتتسبب بامراض القلب والشرايين، اللي بتتسبب في مشاكل وامراض لا تعد ولا تحصى. فانت طبعا اكيد انت انسان عاقل عايز تنزل من وزنك دهون، مش عايز تنزل عضلات. خد عندك بقى الحاجات دي، وهي دي بقى ان شاء الله الاسلحه اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها. اول حاجه كده واحنا مغمضين، الاكل النظيف بتاعك الجميل اللي يكون خالي من السكريات وخالي من الحلويات وخالي من الفاست فود، لازم تعلي فيه نسبه البروتين بتاعتك. يعني انا وزني مثلا 100 كيلو وعايز انزل من وزني وعايز يبقى شكلي احسن وصحتي كويسه، اول حاجه كده ال 100 كيلو دول هضربهم في 1.6، يعني هيبقى تقريبا 160 جرام بروتين. لو انا لاعب كمال اجسام وعايز ازود بقى من عضلاتي، وانا اوريدي اصلا عندي عضلات وشويه فاتس كده صغيرين وعايز اظبطها، هعلي النسبه شويه لحد 2 جرام، لحد 2.2 جرام بروتين، ما تعليش اكتر من كده. اتفقنا؟ ده بالنسبه للبروتين. طول ما في بروتين طبعا عالي، طول ما في انابوليك للعضلات. طيب ايه تاني غير البروتين؟ لازم بقى نلعب على موضوع الهرمونات، لان الهرمونات برضو مسؤوله عن زياده او نزول الوزن. طب اعمل ايه في موضوع الهرمونات؟ انا عندي هرمون مهم جدا اسمه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين طول ما هو عالي في الجسم الدهون مش هتنزل، انسى. لو قعدت 20 سنه تتحلى على الدهون تنزل، مش هنزل، عشان هرمون الانسولين بتاعي عالي. فاعمل ايه عشان الهرمون بتاع الانسولين بتاعي يوطى واخليه كده في الارض؟ امنع بقى السكر، الاكل الصحي بقى، امنع السكر والحاجات اللي فيها حلويات طبعا بتعلي نسبه الانسولين جدا. فانا همنع بقى العيش والسكريات والحاجات اللي فيها ايه سكريات كتير، علشان هرمون الانسولين بتاعي بينزل. ايه تاني عايز ارفع بقى؟ هرمون تاني اسمه هرمون النمو. هرمون النمو سبحان الله، هرمون النمو ده طول ما هو في الجسم، طول ما هو عالي في الجسم تعرف ان انت صحتك كويسه، تعرف ان عضلاتك بتكبر، تعرف ان نسبه الحرق عندك عاليه. هرمون النمو مهم جدا. طب ازاي ازوده؟ النوم العميق من 6 ل 8 ساعات بالليل، بالليل وجعلنا الليل لباسا مش بالنهار، ده بيزود هرمون النمو جدا. ايه تاني؟ الصيام المتقطع. الصيام المتقطع، وعن تجربه شخصيه وعن تجربه لعيبه كتير كانت معايا، الصيام المتقطع سبحان الله هرمون النمو بيزيد 2000 الضعف في الصيام المتقطع. فتره الصيام سواء انت هتصوم مثلا صيام المسلمين اللي هو من الفجر لحد المغرب، او هتعملها بشكل تاني اللي هو مثلا تاخد وجبتين في اليوم وبقيت اليوم صيام، الصيام المتقطع هيفيدك جدا وهيرفع نسبه هرمون النمو جدا. وطبعا الانسولين بيبقى تحت،
اثناء هرمون النمو ما هو مرتفع. ايه تاني؟ تمرين المقاومه. يعني ايه تمرين المقاومه؟ انا عايز اخس. هتقولي تمارين حديد. طيب للمره الالف والمره الالفين تمارين المقاومه، تمارين الحديد باعداد قليله وبوزن عالي، هو ده اللي بيعمل بناء عضلي، هو ده اللي بيحرق دهون. والله الكارديو واجهزه اللي هي الكارديو يعني العجل والجنبات والتريدميل والحاجات دي، وقلتها 100 مره واقولها تاني، دي حلوه قوي للياقه البدنيه، حلوه قوي تكون تمارين قلبيه تفيد عضله القلب، لكن بالنسبه او مقارنه بتمارين الحديد لا، ما تقارنش دي بدي بالنسبه لنزول الدهون، ما تقارنش. والالف عده اللي انت بتلعبها كل يوم بطن دي مش هتنزل لك بطنك، ما دي برضو عايزين نتفق عليها دي، عشان بلاقي ناس كتير انا بطني كبيره انزل العب كل يوم بطن، مفيش الكلام ده خالص. انت هتلعب بيومين لثلاثه في الاسبوع كتير بطن، لان البطن عضله زي عضله تانية. طيب يبقى احنا كده اتفقنا، احنا هنظبط اكلنا، هنظبط سعراتنا، هناكل اكل نضيف، هننزل من هرمون الانسولين، هنحاول نرفع هرمون النمو. ايه تاني؟ العامل النفسي. اقسم بالله دي اهم حاجه، العامل النفسي. واحد بيجي ينزل يبدا مثلا بيروح جيم ويعمل خطه يمشي عليها، اول لما يجي يبتدي اسبوع اتنين تلاتة شهر شهرين يبتدي شكله يتغير، شكله يتحسن، يبتدي يزهق، يبتدي يرجع يتراجع، هوب ينزل تاني يبوظ اكله والدنيا تبوظ. اجي قبله، ايه يا عم اللي حصل فيه؟ ايه انت كنت ماشي كويس؟ فيقول لي والله انا طلعت مثلا اسبوع كنت بصيف ففتحت في الاكل فالدنيا باظت معايا فقررت ان انا لا انا مش نافع. حلو. طب انا هسألك سؤال، لو انت مسافر والعربيه بتاعتك عطلت، يعني مثلا العجله مثلا فرقعت ولا اتخرمت ولا حصل لها حاجه، هتعمل ايه؟ اكيد طبعا هتنزل تغير العجله بتاعتك وتكمل طريقك، صح ولا لا؟ صح، اكيد مش هتقف جنبها وتقول لا خلاص بقى انا هفضل كده قاعد لحد ما اشوف ايه اللي هيحصل، اكيد هتكمل. فهو ده الموضوع في الدايت يا جماعه، العامل النفسي، لازم تأهل نفسك لكده، لازم تعرف ان انت هيجي لك فرح، عيد ميلاد، اي مناسبه هتعك في الاكل، لازم تعرف ان انت ممكن يجي لك اصابه، ممكن يجي لك مشغوليات، شغلك كتير، الدنيا معاك بقت زحمه في الشغل، مش قادر تنزل الجيم، ما توقفش، ولو وقفت انزل وكمل تاني، دي نصيحتي ليك. زائد ما تيأس من حته النتائج، يعني انت دلوقتي ماشي بدايت وماشي بسعرات وماشي باكل نظيف، بس النتائج اتاخرت شويه، النتائج مش هي اللي انت لسه عايزها، الشكل اللي بتحلم بيه ما جاش في شهر ولا اتنين ولا ثلاثه، اصبر اصبر وهتلاقي بعد كده النتيجة، بس لازم يكون عندك الإيحاء اللي انت لا انا هكمل ان شاء الله، انا هكمل مهما حصل. والموضوع مش موضوع برضو شكل بس يا جماعة، الموضوع موضوع صحة، الصحة غالية. دي كانت كل حاجة النهاردة. لو عجبك الفيديو ياريت تشير وتعمل لايك وسبسكرايب والحاجات ديت. لو عندك اي سؤال سيبولي في الكومنتس تحت وانا ان شاء الله هرد عليه. متشكر جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.